الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن جت الله جمراد سبحانه كان دل أن يتوف جمع كسلي ونا النبي جاء الله محمد صلى الله عليه وسلم كان كوي كوري جمع كوي سهبا وما كوي يبوي أتلب كفوف يو الله جمراد سبحانه وتعالى وتمن أمام يا رب العالمين الله تبت من الإسلام وجوتنا بل من أمتنا بتن من وفوت من تنراد صلى الله عليه وسلم سهب من طون وفلمؤن وهم تن من كرد ينداغ الهاجوج وقد أقول من ذكر وسبع الله إن شاء الله إن قلتي كدي أدفتر من صحيح الآداب الإسلامية ونشرح بيتاب الآلي البهية هندس الله جمراد سبحانه وتعالى جبيه نيدي الإسلام إن جنغان لهم نيدي نغارتنا هند نيكو نيدي جماجي نيدي جماجي قلاء ياد جماجي ها نفتي ياريد ها كفتي ولا ياد جماجي ففتا الله سبحانه وتعالى جبيه كنون ونكون جيتنا جيوتود قادي فو مصيبة الدب سلقاد كهين جيا ياد كهين جيا كون بلا جيول سلقت تانيا جماجي في نيدي على هنا هناك يبشي كاركو على نيدي إنا وودي من يقفت ياد الجماعة كلا جهو وجماعة يوغتها كلا عندنا عندنا ياد الجماعة صنية كلا ما يهاتان الجماعة كلا يوغتها كلا واتا ياد الجماعة نوكو كادة تندوكو كهونا ننغلا كو تدبيقي فتو وليد فتو وليد ويراني يوغتنون فتوين الإليه البراج كو أدفو جهو وجماعة كو بديهم دعاء صنية ولي الدعاء عند ذهاب إلى المسجد كو سليها جماعة كو أدفون دعاء نغتي حديث من بطوة وتعمل رجات جسادي ما يتو مسلم هبريقا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين فأضال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات. نيديج جمع نيديج نغندو دا ينبغي فعلها في المسجد نبدأ نفت قلو لديلو نيديج جمع جمع جدي فف كالتو نكت جولتي خنقت دا جوالا لدن كدون وني كوهالة وضع حديث كعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنك هالئوي رقد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وميدي الآناد فنلاد صلى الله عليه وسلم أي نلاد فيني إذن قلمون إمي سلقي لأن نلاد صلى الله عليه وسلم فيني إذن قلمون لقي فتسوك وتوضع وسكي وسلقي توي أوهال أو جنغ أوية إن في خلق السماوات والأرض وني أتجد أسمى نوج الليل واختلاف الليل والنهار اللون نقول قل جمع إن يلو ما جمع على يلو ما يح جمع إن يلو ما على جمع يح من دو وني لآيات كوكاريسيج لأولي الألباب إن غند دا كجو مرابة هك اللاجي إن غند دا كوكستي نرى صلى الله عليه وسلم أبي فقرأ هؤلاء الآيات نرى جنغ إيد وآيات هاو تمني سموانا له رفتهان وإمي أفاني نرى صلى الله عليه وسلم جول دردير وني ثم قام فصلى ركعتين نرى إني جول دردير أدير دردير وجول فأطال فيهما القيام والركوع وجود نهان درد وجود نهان جاقو قلت سو دريم وبايا سو جيكت وبايا سو سجي وبايا رفتهان نرى صلى الله عليه وسلم ثم صرف رفتهان سيام ثم صرف سرتي ويالتي انجوده وني أسلميني وإني كد أردتي وداني وداني حتى نفخ وداني هوهري من سيام حتى نفخ سرتي وداني هوهري اي هوهري ونحن نتنا من قلت داني الأهار داتني لفتهان إني كد وسلقي وجنجك وجنجنوكو وجود دردد وجود نجاقوغل كوبي وجود نسجوغل وجود نجنجد نرى صلى الله عليه وسلم ثم فعل ذلك ثلاث مرات نرى صلى الله عليه وسلم قل لدن دو فضل لابتت
وودني فد لابتت لابتت نفني هاولا يفوتي دارب هاولا درد جياغم هاولا درد جياغم كل ذلك يستاكو ويتودى كلم دو إمي دوين قول مكو وصوتو الصغير وصليقو ودجولو جمع كلم دو ونكو يدائم من جمع دا فوصوتو شليقو دا ويقرأ هؤلاء إلى آيات صغيرني كلمة جنغة إيادو آيات ثم أوتر بثلاث رفتي بثلاث رفتي أمرا صلى الله عليه وسلم ودي ويتر يدار إفتي وني ودين دار إفتي وني شفع ويتر إليه وساء فأذن المؤذن ندن وندن فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يلتي إلى الصلاة فارئ جولك لي وهو يقول أوبيا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطيني نورا نرى صلى الله عليه وسلم إمي هوتي جماعة دو إمي هوتي جماعة إيو جول الفجر إيو هوتي جماعة إيو يه أو دو دو أو نكال جمي لو كدي ودي ني غيني إمي إن هوتي جماعة هيسا ودي نسا سلقي مساد هوتي جماعة كو أو دو دو أفضل دو آدي منرى صلى الله عليه وسلم هالي اللهم فرس إنكو يا الله فيام اللهم تنفلتكو إيهي ما الله وإنبيا إيهي ما الله إجعل في قلبي نورا ودعي لمدام هي النور كو إن فيني ننمي قوانا يشانان كو إن سيرنا نمي توحيد يشيرك كونو فيرنا نمي سيرك إبيلا كونو أفامي دي مبدا هين النور مبدا إبيرنا هي النور دي ونو ستايب برن بني بندو فو بني سو برن مجي بندو فو مجي وفي لساني نورا مبدا إبيرنا غلام هي كدي النور أفامي دي tawmi halata so wana gonga mbada e nandam he kadi annore tawmi jabata nande me jabata hedade so na ko dagi hedade taw kadi ko gonga waj'al fi basari nura mbada e jidam he kadi annore tawmi ndada tawmi yewata hay hunde so wana ko ganda ko hunde ne kanni yewde waj'al min khalfi nura mbada tagalam kadi afamide annore yowon tagalam wat hay goto nyimtinam so wana neddo modjo a famile kala ko ina iwra tagalam yota ko ko modji o min amami nura mbada yasam kadi mbada hen ko wiete ko annore taw mi yahata mi huccata so wana e gonga kadi mi rebata so wana e gonga allahumma a'dini nura biya e heema allah hokkam annore ne ganduda ndi endi filto bandam du fof bangee jam jeegom di fof ne wonno neddo wodi ko bangeeji jeegom ngam jogida ko yeso jogida ko caggal jogida ko nyaamu jogida ko nano jogida ko dow jogida ko les ko dum do woni so aada be yumi jihati sit andu ko dido bangeeji jeegom ne ra sallallahu alaihi wasallam wi miya اللهم أعطني نورا إيه ما الله حكم النور بدا دون دو ناتا جماع براج من كو الله قوتا أنجينا فوتي ودى يوانيت تبكت دون دو بل ما نحب براج ها هيو كو نفتت إن أوضو حديث الحص على مصاحبة العلماء والصالحين أوضو حديث إن هرجين من نبدا يوان دي النوب نبدا يوان دي ينبا مجيب حديث أنا تندن من كدي يير إيادة جنگو دي خواتيما آل إمران وني آية جسكت آل إمران سأني بندا إن الجمع إن في خلق السماوات والأرض ها تسمو لنا هذه تتبين قلوا نهدون يرى السكار سأني جمع لا يقول فف وتشتر قال إهدوكم على الإسلام كدين لا بل دين النظافة نلا صلى الله عليه وسلم قال هذه اسمك وني تنين من ستوي نقضو كدي إن فوتي تسكار تجد أسم نوجي تجد ليد يردون كبت هدون ساهيسي ساميزي مدون يريدون دون ورني إن بيد مالي ما نقل إكل الأرض إن جياهين كده يريد هذا السكاد أفهمي ده إكل جندانغ لنقرد أي سلي قاد إكل جندانغ نجول جاقو بنجل وني هدون يريد هذا دعا ده أودو دعا سر يلتا لجول الفجر أودو دعا إن جيد أن دعا دعا كريبهن ريبهن كو يريد هذا نافل درد سبوي إلي أفهمي ده بدأ قيام ليلة أفهمي بسنة عشر ركة كقيام ليلة أفهمي ده يريد هذا ود نافلة درد سبوي إلي هنونو injulu jammani rewi hen ko hodun yidade julde e tatabal jamma sakket rewi hen ko hodun budal ayeje gonde e sakket ali imran rewi hen ko hodun dagade danade cukolel tokosil galle kureji mu'en cukolel tokosil danade galle kureji mu'en dum do kadi basi ala e majjum insha Allah نيدي إمري كون غادا تن كدي المشي إلى المسجد بسكينة ووقار سدا يها جماعة كدي يارو سيف يارو سيف جارا نبدان كاغال مباسا دوغد مباسا مويلو دوال جارا تن يادو مانو غاندا تا
تقول ثاني من كان يهون جاد لاني سنجها جماعة سنجري حديث ممكن ما ينجر حديث بتو وجاني ولا تيام در اجاني بيان حديث ما بتو وتيام در اجاني ففي الصحيح إن أنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا نذار صلى الله عليه وسلم أبي نيدي نيد ونقالتن بيدن كنيدي sada ya hajama ya njara e deejere e jamjinaade woto heño woto dok woto nyukku ya rifesi woto moylu ya rifesi nabi sallallahu alayhi wasallam idha uqimati ssalatu fala ta'tuha wa antum tas'un afamide fatayi njulu wurnama woto jehe e njulu taw onon odon doga e taw onon odon kinyi dum woni wa antum tas'un وعطوها تمشون جهة انجولة هاتوا اذن جهة اذن جارة ساتي وني اذن جمجيني وني مشي مشي وني يادو هكينين تابورتاني من كاني ايبياك يا موتا هابورتكونا ايبياك يا هينيك وعليكم السكينة افامدي انجارة ساتي ديجي وتوكينيو دي انجارة ساتي افامدي انجمجينو دي نلاد صلى الله عليه وسلم فما أدركتم كلكو كبتون إنجوله فصلوا إنجوله نيمتنا أن تولى الألمان فو كبرين دون إيمون وما فاتكم فأتموا كلكو أتشتي من إنجول الألمان تمتين يدون أفامده نلاد صلى الله عليه وسلم أوي كلكو أتشتي إيمون timmitinedum wadde timmitinum ko dum nganda kude nganda afamide ko nelaado sallallahu alayhi wa sallam yamiri wadde non hadith o ko tinde dem ko adi fof e dum woni hodum al masu ila al masjid bi sakinatin wa waqar yaada jamaata wa adadeji ada jamjini e dum ina jeya حديث نلاد صلى الله عليه وسلم أو كتين دين تمن كنت نل حديث أو هاتي مقالنا حديث من إمتى هو حديث بطوة تهود لإسابه روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هذا حديث بخاري هبري مقا أبي وليلة نلا صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة صنني جول ورنامة صنني ورنامة وعليكم بسكينة فامسوا إلى الصلاة جهة كتشة انجول قننون كبين دي صنع جهن دي جمجن دي وتكن دي هابورت وذكر موت دي والوقار أفامي دي نبدن كاغل وني أستقل صوت إمير ندقيت أواسة يشتاد دون الوقار للا صلى الله عليه وسلم أولي كالكو كبت دون هين نجوله كالكو بوتشتي من هين كو بوتشتو ريمون فأتمو دون وني تمتنه كو نفتر لأن أعود حديث الحس على المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار في الجنال نبصنا يهي نجول يوياد السيس جمجنه من فاته شيء من الصلاة فعليه أن يتم كذا كبت كذا ما إنجول كذي سألماني سيد مني تم تنم سأناد دي ألماني أدن لإمير هي سنياد أدن لك ودرد ما أدن سأناد دي ألماني أدن لتطرير هي سنياد أدن أفامني ودرد ما أدن أجوني كذا درد ناد دي ألماني سأغيني جوكي تتكون جواد آكو أي جوكي تت ko ndewada ko wa hakaza kuni la ba'th bil isra'i ila salat ba'th ala man ayyuna al fadin jid hadi man yawtu al hadith o firtidum hadith go nan ton ko faqdu wani yabda amma fa atimmu dun so sembadi misal sa tawi ari tawi al mami juli darne watare futuru e haddiri ari e makko darne makko dimmerde wonti darne ma adande darne makko tataberde wonti darne ma dimmere so silmani darne ma tataber ngaddata dum woni ngadda fatiha bolo ngadda fatiha bolo dum woni timmitinde amma soko yobde
ndewada ko faati e timmode ko faati e timmode njobata amma so tawi ko timmitinde de buri lolli dum ko faati e bodo jangata wallahu aalam wadde baati ala iyaunaade iyaha jama gila wurnaaka hadith on timmi men kadi mawnugol fodde njuul hadith on timmi men kadi ural njuul dental hadith goddo ma gaade tan adamu tasbiiki ala asab wasde sindondirde fedeeli wasde sindondirde fedeeli sa'aane jooɗi na fadi njuulo hadith o dow ko rawat darmi bi sanadin hasan an abi hurayra qal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man tawadda'a summa kharaja yuridu as-salata fa huwa fi salatin hatta yarji'a ila bayti fala taqulu hakada ya'ni yushabbiku bayna asabi'ih hadith o ko wasde sindondirde fedeeli sa'aane jooɗi na fadi njuulo نبي صلى الله عليه وسلم وي من تودى ثم خرج كلا شلي جيد قال له رسي هن يلتي يريد الصلاه او ييلو جودو الجماعه وني او حث الجماعه وي ان غندو فهو في صلاه حتى يرجع الى بيت دون دو فدي وقت دون دو جودي او فدي نجول او هي ستي او ويندتي او وني كو يجول ها اوتو قال له مكو نبي كنت وي فلا تقولوا هكذا وتبديني فلا تقولوا هكذا وفانتيهن كون وطن بديني وطن بديني وني هدوم يعني يشبك بين أصابي وطن سندل فدي لمكو وطن سندل فدي لمكو فلا تقولوا هكذا حديث عن سندل من أنياد سندل فدي لمنسى آن فدنجول حديث وكال إن سندل من أصالب التعليم المفيدة التصوير الحسي ko wiyata ko ina jeya uslubaji ko wiyata at-taswir al-hissi baadi nande yimbe hissiyan woni kolla yimbe huuda ha lira gite mu en dum ko taswir al-hissi wiyata yi nalaado sinno ndur fidel mu o yowata badeni o sinno ndur fidel makko woni o nanno ndur fidel makko woni wato yimbe badni wala wadde dum do kadi ina moddi e jangenoo sada jangina al-mubbe kolla dum en تاتي بن جل فضيلة الخروج إلى الصلاة على بهارة إن تندن من كده يد هذا جوجار يقول النجول على هوت جماعة تو على الله نقول المنجل ون هذا لا بن جل ون فضيلة صلاة الجماعة بدل كده نجول دنت الإنهي نادي نبي لأدم دخول المسجد برائحة الثوم والبصل كوبيتك هذا هذا كده ناد جماعة هذا ناد جماعة هندو لي ولا هندو بصل sigaret wa kama alamun en kaltani sigaret en bi hayya yo be ina karmin hay gollo hay fewno be sigaret be no karmin sigaret wana hal kam go hiddi ko dum do wana ina harmide lay e basalle harmane ala ko hindu muni ko do fotani natirde dum jama ari sahihain hadith jabir ibn abdullah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akala suman aw basalan falyatazil aw liyatazil masajidana aw masjidana wal yaqud fi baiti woni sababu e dum do tan ko malaikaaji ma taw jida dum hono ko hadise be tindi ne ko man akala suman aw batla nela dum kala nyamdo lay wala nyami basalle kecce wala lay kecco fali ya'tazilna afamile yobe tiyatu yobe goddo afamile yobe goddo jamaaji amen woni yobe goddo jamaaji amen afamile aw li ya'tazil masjidana wala yo jomun waddo jamaa amen kala nyamdo dum do kanyam do gila e ha ko basalle ni ko ras e lay e nyamde basalle de dum do fof woni ne ganda ni neddo foti rentade insha Allah nalada sallallahu alayhi wa sallam afamida ari hadith musnad ahmad sanad man ganda la ba'th bihi ga abi sa'id khudri radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha an al kuras wal basal wal sum fa qulna haramun hu haramun hu قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه هذه هي بصل ان الي ان فاميلي او نامنا كانكو اورو احرامه بل ادم حرم ولا دم حرماني فاميلي ابي سعيد نامنا بل دم ان حرم ولا حرمان ابو سعيد وي الله نلا صلى الله عليه وسلم هذه امن دون نيام بدون تنحو جماعه سوت حالا ولا غنا سنها غازو ايوا حديث تيم جلي سبو اي جوي رواه مسلم في صحيحه عن ابي سعيد قال لم نعد
أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياء فأكلنا منها أكلا شديدا ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا أفهمني وجكهن فلا يقربن في المسجد حرمت حرمت وذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس بتحريم إنه ليس بتحريم ما أحل الله لي ولكن شجرة أكره ريحها هذا حديث كذي أن هذا صلى الله عليه وسلم هبر من حديث أبي سعيد وبي من سيران لخيبر أدتان لخيبر أدتان فهمت فوقع أنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كبير من أصحاب ابن الله صلى الله عليه وسلم من يام دوية تاني لي من يامه من يام قل أرتن قل نفير ورفت من فو من جمي من جه جمع هند دو أري أن الله صلى الله عليه وسلم أن الله نام ني أمن أوي من أكل من هذه الشجرة الخبيثة هم يامي أكيد ولك تشبك هم يامي أولا يشبك أفهمت أن ده هون صبت هم يامي أفهمت ساني آر بيس أن يهون كنون كيويد الخبيث الخبيث كنون كيويد أفهمت أن الله صلى الله عليه وسلم جو كيوي قال نيام دو أكيد ولك هون وطعب الله جماع من فلا يقربن في المسجد يبقى بيبي هر منام هر منام نلا ننكي إبا كالا دون دو نلا دو ندي بكم بفوري بإيهي من يبقى غندون من دي مواوا هر من دي أفاني دي كو الله سبحانه وتعالى دقنا نيم كولنون كو لكي كن غندو دا ميجيد هندومون ودى دون دو تين دين تمن كو كراهة أكل مال أكل ماله رائحة كرائحة أفاني دي ولا كريهة لمسلم في المسجد نعم دي كالكو ودي هندو اللوب دو تو ثانياني هندو مجوم ثاناتي جماعة الوردين بأدون موطن يامدون رفتهن كذي الإسلام ريرد نيمن كوياتي يقول مراعاة الآخرين رين دي وقت حكو دي وقت حكي جمعنا هاتم هايدن جورد دي جماعة دي حكو دي حكي جمعنا هاتم شرعي نيدي كذي لأي نواوي نيامي جاياكو إقدر نغاند عن نيامتي ستبي دفام والله ستفاق فون دي نواوي دي نيام دي ونان دي مجاهاني أفهمي ده وجهاني جمع أما تجلس يا ونام هافي عن هاي هندو من عرفها أذواي نعم دم جها جمع نايد من من شرعي نايد نعم دلائي كجيدا من فف أفهمي ده أفهمي ده كجيدا دم فف ستبي إن ودي هندو سبب ستبي نان ثانيا مدون كوف دفع هندو دو إن إيه حالا بهندو دون وراها ماي عرفها يهاي قد ما بات على مجون ودي حديث يرو كلهم لو نكو تين منهم من وند ملائكاجي تكره وتتأذى مما يتأذى منه بني آدم قالكو إن لوب جنب إن لوب ملائكاجي نرى صلى الله عليه وسلم كلمة إن فاهمهن كانكو هذا مكو وواوا هرمين دهيهون كو الله دقن وواوا دقن دهيهون كو الله جمع سبحانه وتعالى أفهم ده هرمين ودكو دقي يكو هرمي فف كو الله جمع سبحانه وتعالى تن دقنا تكو كانكو كريون كريون وو لأن قال دوحن ده صلى جبين يلو ونسنغري الدعاء إن دخول المسجد صنعت جماعة دعاء قبطناها إن شاء الله والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.